Asma, علاش les entreprises rassemblent des contrats de maintenance informatique? Pour la gestion, pour la sécurité, pour le conseil technique. يعني pour la gestion, يعني صاحب الشركه كيكون عنده واحد لا فيزيبيليتي على شحال عنده من اباراي تليفونيك عنده من بوز دو طرافاي شحال عنده من سيرفور شحال من اونديفور وهذا عبر واحد الجلد كيديروا السيت ديالنا باش كنعرفوا شحال عنده من في الباك ديالو يكون عارف بالنسبه لا سيكوريتي هي المهم ديالها هو لا سيكوريتي ديال فورماسيون ديال المعلومه خاصها تكون ديسپونيبل ملي يوقع مشكل ديال بيغاتاج ولا ديال بيرت ديال لي دوني لو تكنيسيان ديالنا كابابل بواحد الوسائل ديال لا سيكوريتي باش يقدر يجبد لي دوني ويسيكوريزي الباك ديالو حتى شي حد ما يقدر يدخل باغ دي بارفو باغ دي حد لي زاباراي لي ايفولي بالنسبه لا سيكوريتي وبالنسبه لو كونساي تكنيك توجور حنا كنكونوا عندنا واحد لاكومبينيومون مع لا سوسيتي بور نعطيوهم لافي تكنولوجي ميز ا نيفو مثلا ديال ويندوز من 10 نطلعوه ل 11 بالنسبه لي زونتي فيروس كنطلعو باغ دي لي فيرسيون الجداد فكيكون واحد لي ميزاجور سواء او نيفو ديال لي لوجيسيال سواء او نيفو ماتيريال عوض غير ديال مثلا كور دوديو ولا ديال كور كيطلع كور اي 5 7 جينيراسيون بالجديد ف لو كونساي تكنيك مهم بالنسبه لا سوسيتي بالنسبه اوسي حتى بالنسبه لو كونساي بالنسبه لاشنو خاص لا سوسيتي مثلا بعض المرات كيديروا دي زابليكاسيون وكيحتاجوا لو كونساي ديال السيت ديال مينتونونس هاد لا ماشين واش كومباتيبل واش ماشي كومباتيبل ف لو رول ديالنا فعال في هاد لو كونساي